كشف لاعب شبيبة تصور عبد الرحمن بورديما المستدعي لقائمة الخضر تحسبا للقاء السعودية الودي بأنه سيستغل فرصته مع المنتخب رغم صعوبات الأمر في ظل وجود اللاعبين المحترفين. كما أكد بورديم على العروض التونسية التي وصلته معتبرا بأن البطولة التونسية أقوى ماليا وفنيا من الجزائرية. هذه العودة للفريق الوطني ماشي جديدة عليا، وين أنايا من اللي كنت صغير من المينيم وأنايا في ليكيب ناسيونال، وهذه حاجة تشرفني. إن شاء الله أنا توجو راني نخدم باش نكون على أوتير إن شاء الله، ونكون عند حسن ظن المدرب تاع الفريق الأول. والكونترير بالك من هاد لي جوار نزيد نتعلم انا منهم، انا ماذا بيا نكون معاهم في لي ستاج، ولا ما نقولكش باش نلعب تيتيلار ديريكت ولا، مي او موا باش نتعلم منهم حوايج باش نتوشي معاهم النيفو اللي راهم فيه هما، او موا باش بالك هما يوروا لي صوالح. هذا هو البي تاعي انا. على كل حال باسكو نقدروا نقولوا تونس وين ميم كوتي دراهم زعما تدي خير على لالجيري، وميم النيفو تاعهم راه طالع شويه على تاعنا، الواحد ما يكذبش. احنا ماذا بينا انا وين نلقى راحتي، هذاك هي الوجهه تاعي ان شاء الله.